الزوجة المجهولة لهارون الرشيد. تزوجها سرا وأنجب منها أحمد. عاشت وابنها حياة الزهد والفقر. كانت نهايتهما حزينة ولم يوصفهما التاريخ. العصماء زوجة هارون الرشيد. كان القصر العباسي مليء بالجواري، وكان الرشيد يختار منهن ما يحلو له، لكنه رغب في البحث عن فتاة ترغبه لذاته ولشخصه وليس لمنصبه ولكونه أميرا ووليا للعهد. فتجول في شوارع بغداد وسار فيها متنكرا دون صاحب، باحثا عن نوع آخر من النساء غير اللواتي يعج بهن قصره. رأى فتاة حسنة رقيقة فقيرة تعمل مع أهلها الذين ينتمون للطبقة الدنيا. قرر أن يتقرب منها، واعتقد أنه بسبب وضعها ستقع بسهولة في حباله. فهو شابا وسيما قويا، ورغم تنكره فإن النعمة والعز بادية عليه. لكن الفتاة رفضته، اقترب منها فأعرضت عنه، تودد إليها فلم تبالي به، ألقى على مسامعها عبارات الإعجاب فلم يرى منها إلا الصد والجفاء. فكر الرشيد أن يغمرها بالذهب، إلا أن الفتاة ازدادت له جفاء، وأفهمته أنها قد تكون فقيرة ولكنها حرة وليست سلعة للبيع. عندها اعترف لها الرشيد بالحقيقة، وأنه أخطأ حين تعامل معها كما تعود أن يتعامل مع الجواري. عرض عليها الزواج بصفته هارون الرشيد ابن أمير المؤمنين المهدي بن أبي جعفر المنصور. وقف أمامها راجيا أن تقبله زوجا، وطلب أن يبقى الزواج في السر مراعاة للظروف. وافقت الفتاة وتم الزواج السري بينها وبين الرشيد. وبعد أن نال غرضه منها انشغل عنها، ولكنه كان يأتي ويعود بين الحين والآخر، حتى أنجبت له أول أبنائه أحمد، فلم يعد يزورها أبدا. فهي كانت مجرد نسوة، ثم عاد إلى بيئته سريعا. تزوج الرشيد من ابنة عمه زبيدة بنت جعفر بن أبي المنصور، وكان ذلك الزواج نهاية لتلك العلاقة السرية الشرعية. خاف أن يكتشف أمره، ففي ذلك القضاء عليه وعلى زوجته وعلى ابنه الوليد، خاصة أن علاقته بأخيه موسى الهادي المعروف بقسوته وجبروته كانت سيئة للغاية. ورأى الرشيد أنه من الأسلم له ولزوجته السرية وابنهما أن يختفيا من حياته لمدة محدودة، ثم يعودا إليه بعد أن يتولى الخلافة. أرسل الرشيد زوجته إلى البصرة سرا مع وليدها، وأعطاها الأموال وخاتما للمولود، وقال لها عندما أصبح خليفة ائتني. ولم يطل الأمر إذ مات الخليفة المهدي، وسرعان ما مات الخليفة موسى الهادي بمؤامرة أمه الخيزران، وتولى الرشيد الخلافة. لكن الخيزران عرفت بموضوع الزوجة الأولى، فأمرت الرسل السريين الذين أرسلهم الخليفة الرشيد للبحث عن زوجته وابنه بتخويف الزوجة وتهديدها، وأن يؤكدوا للخليفة أنهما ماتا. اقتنع الرشيد بذلك وانشغل عن الموضوع بشؤون الخلافة وبزوجاته وجواريه. كرهت عصماء السلطان، وماتت بعد أن ربت ابنها على أخلاق العمل والزهد في الدنيا والتقوى. جاء أحمد بن الرشيد إلى بغداد شابا وسيما، وكان يعمل يوما واحدا في الأسبوع ويعتكف بقية الأسبوع للعبادة. وفي أحد الأيام احتاج رجل وهو عبد الله بن الفتوح لعامل يعمل في الطين، فأشار إلى الفتى أحمد فاستأجره ليوم واحد. ثم عاد في اليوم التالي فعرف أنه مريض، فسأل عن عنوانه وذهب إليه، فرآه في بيت فقير ليس معه أحد، فعرض عليه أن يخدمه في مرضه، فوافق على ذلك. وعند الاحتضار قال الفتى لعبد الله بن الفتوح إذا مت ودفنتني فخذ هذا الخاتم وأعطه إلى هارون الرشيد، وقل له يقول لك صاحب هذا الخاتم ويحك لا تموتن على سكرتك فتندم، حيث لا ينفع نادما ندمه، واحزن انصرافك من بين يدي الله إلى الدارين
فإن ما أنت فيه لو دام لغيرك لم يصل إليك وسيصير إلى غيرك. توفي أحمد بن الرشيد وهو في 23 من عمره، والتزم عبد الله بن الفتوح بتنفيذ الوصية. ذهب إلى الرشيد وأعطاه الخاتم وأخبره القصة. بكى الرشيد حين سمع أن ابنه الأكبر مات وكان يعمل في الطين، واشتد بكاؤه حين قال له ابن الفتوح وصية ابنه. واصطحبه ابن الفتوح ليلا إلى قبر أحمد، حيث ظل الرشيد عند قبره حتى الفجر.